والحمد لله رب العالمين، كل الشكر والتقدير حقيقة لصاحب السمو حاكم الشارق صاحب الأيادي البيضاء بحبه، وأيضا يعني هدفه إلى أن الفحوصات الطبية لموظفي حكومة الشارقة من بداية أيضا عودتهم للعمل، واليوم الحمد لله كملنا ثالث أسبوع والحمد لله وصلنا إلى أعداد كبيرة من موظفي الحكومة فحوصاتهم. كل الشكر أيضا لخط الدفاع الأول كذلك لوجودهم حقيقة المستمر واليومي لفحوصات الموظفين على مدى هذه الأيام. ما ننسى الفضل من الله سبحانه وتعالى، فضل التوجيهات السديدة أيضا بالمتابعة لبعض الموظفين والمسؤولين، كذلك أيضا ما ننسى دور المتطوعين. نحن نقول في هذا المحفل كل الشكر لكم، دائما نقول يعني ترفع القبعة لأخواننا وزملائنا في الصف الأول لما قدموا لهم حقيقة في هذه الجائحة، ونتمنى إن شاء الله الأفضل والأفضل إن شاء الله، وبإذن الله راح تفرج بإذن الله إن شاء الله. شكرا لكم. حماية المجتمع مسؤوليتنا، نلبي نداء الواجب المهني والوطني بفخر. هدفنا هو سلامة وطننا، آن الأوان أن أرد شيء بسيط من هذا الجميل. إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن أعمل في المجال الصحي. نشيد بكل فخر واعتزاز بدور القيادة الرشيدة والمتميزة في دعمنا في الميدان بكافة السبل المتاحة. نتقدم للتطوع والوطن بحاجتنا. يدا بيد نتطوع لنرى الجميل. قادتنا قدوتنا في العطاء والبذل. التطوع أجمل رسالة حب للوطن. التطوع فرصتنا لنساند وطننا. لتتحد طاقتنا تطوعا وفخرا للوطن.